تقليب ومع النظام ومع النظام كل اطيافه الشارع عطشان لاحرار فتح شعبي بده حريه عشر أيام هاي البنت اللي فوق ريم بنت مصعب بتدور عبوها بتدور على كل ثياب هي فرم الله بنروح نجيب هاي نطلع نجيب من هان أصلا ما لحد اليوم بس عرفنا يعني شوية أنباء عن إنه واحد حولوه عريحة واحد جمع في شجر رام الله. أنا أولادي أخذوه ما بندري عنهم شيء عدلهم عشر أيام ما بنعلم عنهم شيء ما بنعرف وينهم منا نعرف وين أولادنا شو قصة أولادنا. يعني الرسالة التي تحمل هذه الوقفة واضحة عن كفى عن كفى قتلا كفى اعتقالا كفى تنكيلا بالشعب الذي يريد الحريات ويريد الانتخابات ويريد العدالة. نقول للسلطة وبفم الملآن وللأجهزة الأمنية أن دوركم هو حماية الشعب حماية المواطنين لا الاعتداء عليهم. رسالتنا واضحة للجميع أننا ضد الاعتقال السياسي والقتل السياسي في غزة والضفة وضد الذي يحدث في غزة من 17 عام لا يوجد انتخابات ولا يوجد حرية تعبير عن الرأي وأننا ضد سياسة تكميم الأفواه هناك في غزة وأننا مع حرية التعبير في الضفة وفي غزة.